حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهر حبك علن يا عمان. حياكم مشاهدينا في محطة أخرى من أمسية الليل، برنامجكم من عمان. كذلك هناك مساحة للباحثين العمانيين من خلال مسارات مختلفة. نتحدث الليلة عن بحث تحت عنوان خطة تقييم للمنصة التعليمية أسهل للمدارس العمانية. هذه التفاصيل برفقة ضيفتنا الكريمة في الأستوديو إيمان بنت سعيد الدرعية، باحثة ماجستير بجامعة السلطان قابوس. مساء الخير أستاذة إيمان. مساء النور بيان، يا مرحبا. كما أرحب مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر هذا الربط المرئي أستاذ سعيد بن هلال الحراسي، كبير أمناء مكتبات جامعة السلطان قابوس. مساء الخير أستاذ سعيد. مساء الخير أستاذ بيان، مساء النور للجميع ولجميع المشاهدين. كلي فخرا بكم بهذا اللقاء الجميل والرائع بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله بوجودكم من خلال محاور مختلفة نناقش من خلالها المنصات التعليمية وأسهل على وجه التحديد. بداية نريد أن نتحدث إيمان عن فكرة هذا البحث. بداية فكرة هذا البحث كانت من خلال دراسة الماجستير في قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم بكلية التربية في جامعة سلطان قابوس. في البداية طلب البروفيسور أنه نعمل تقييم لبيئة تعليمية بديلة اللي هي تكون متوفرة للطالب بغض النظر عن الزمان والمكان، وإزالة العوائق التي تعيق الطالب نحو تقدمه العلمي. كان تشاور بيني وبين زميلاتي بحيث أنه نختار منصة من المنصات العمانية سواء كانت أسهل، وكان عندنا إدراك وعندنا رواق، لكن وقع البحث على منصة أسهل بحكم أن هي منصة جديدة وتحتاج إلى تقييم علمي مدروس. جميل. يعني اليوم أيضا تشكل هذه البحوث أهمية كبيرة من الجانب التطويري. نتحدث عن هذا الموضوع برفقة أستاذ سعيد. ما هي الأهمية النوعية أيضا والتطويرية في هذه البحوث خاصة في المؤسسات التعليمية أستاذ سعيد؟ نتحدث عن أهمية هذا النوع من البحوث التطويرية في المؤسسات أستاذ سعيد. أستاذة بيان، حقيقة البحوث يكاد أنها تمثل عصب الحياة التعليمية، عصب الحياة التنموية في كل الأحوال، تمثل ضرورة حتمية للتطوير والتأهيل وإيجاد الفكر الاستراتيجي فيما يتعلق بالجوانب التعليمية. البحوث التطويرية بالذات حقيقة احنا اليوم بصدد منصة أسهل، هذه المنصة التعليمية الرائدة حقيقة نعتبرها، وذلك لثراء الثراء المعرفي والعلمي والمعلوماتي والمنهجي التي تتمتع به هذه المنصة، والشمولية الواسعة والسمات الرائعة اللي تمتاز بها من حيث إيجاد بيئة تعليمية تشاركية ذات فكر علمي ممنهج قابلة للقياس والتقويم من أجل إيجاد مدارس ذكية في عمان وتخريج أجيال تفخر بهم عمان حقيقة، من حيث مجاراتهم لطلاب العالم، من حيث المعرفة، من حيث المستوى التعليمي، من حيث المستوى التحصيلي. لذا هذه المنصات هي عبارة عن نتاج بحوث، نتاج عن عقليات متراكمة ذات الاختصاص الأكاديمي، فضلا عن الحوار المعرفي والعلمي داخل المؤسسة نفسها. نعم، يعني سمات كثير تتميز بها أسهل التعليمية إيمان، وتم اختيار أسهل من خلال بحث كونها منصة جديدة كما ذكرتي في حديثك. نتحدث عن مصادر البحث، يعني آلية بحثك عن منصة أسهل، تفاصيلها أيضا، وإلى أي مدى أيضا كانت هذه المنصة يعني ممتلئة بالمعلومات الوافية لبحثك. بداية كيف تم الوصول إلى هذه المنصة؟ من خلال البحث في مواصل التواصل الاجتماعي إنستغرام وتويتر، بحثنا عن أكثر من منصة، فلما وقع الاختيار على منصة أسهل دخلنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنصة أسهل. وجدنا هناك في ثغرات
اللي هي مثلا انه الجمهور المستهدف او الطلاب يعانون ان قد تكون بعض الحزم التعليميه باهظه الثمن، وهناك تردد اذا كان هل هذا الثمن يعني بقدر المحتوى الذي سيستفيدونه من هذه المنصه. كذلك انه كثير من الناس ليس لديهم اي خلفيه عن منصه اسهل، لذلك كان دورنا البحثي في انه يكون مدى نجاح تصميم هذه المنصة. جميل. ومدى ما هي الخدمات التي تقدمها المنصة لهذه الفئة من الطلاب. نعم، ويعني أي مصادر اخترتوا؟ هل استبيانات معينة؟ كانت لدينا ثلاث أدوات علمية، اللي هي كان عندنا استبيان مستهدف للطلبة. جميل. كذلك قمنا ببعض اللقاءات لدى الأخوة في إدارة منصة أسهل. أيضا كانت لدينا قوائم مرجعية بحيث أنه ما مدى اكتمال المحتوى، مثلا ما مدى اكتمال تصميم المنصة، ما مدى سهولة التنقل بين أيقونات هذه المنصة. يعني اليوم هذه البحوث تشكل أهمية بالنسبة للمؤسسات. نعم. كيف ممكن أستاذ سعيد الاستفادة أيضا من هذه البحوث بشكل عام، وما هي طرق توثيقها؟ حقيقة لدينا الكثير من البحوث الأكاديمية، البعض قد يكون منشور في دوريات محكمة، والبعض الآخر هو عبارة عن أطروحات ماجستير ودكتوراه، البعض منشور والبعض الآخر غير منشور، وهي حقيقة مدخلة في قواعد بيانات من السهولة بمكان لأي باحث سواء كان من داخل عمان أو من خارج عمان الوصول لها بمنتهى السهولة، وبالتالي تحقق الجانب الأكاديمي لأي موضوع من موضوعات المعرفة الإنسانية، سواء كان الجانب الأكاديمي التربوي أو حتى الجانب العلمي أو الجوانب التطبيقية للقضايا الاقتصادية والتنموية، بالإضافة للجوانب الاستراتيجية. المرونة الحقيقة اللي تمتاز بها القواعد البيانات هذه تجعل الباحثين في أريحية كبيرة جدا في الحصول عليها. فضلا عن ذلك لدينا الكثير من الآليات، احنا متبعين حقيقة في المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس، ما يجعل الباحث يستمتع و يسهل له الوصول لأي قاعدة من قواعد البيانات بشيء من التوازن، حقيقة ما يجعله يجد الثراء المعلوماتي والمعرفي الكبير الذي ليس له حدود إطلاقا. الهدف الأهم هو حقيقة الاستفادة الكبيرة للباحث، المخرجات الهامة اللي تنصب في قالب الوطن عمان من هذه البحوث من هذه الدراسات. نعم. لذا نعول على الفكر الاستراتيجي حقيقة ما تتمخض عليه من نتائج مرجوة في خدمة الوطن في شتى القطاعات المختلفة. نعم، والأجمل أكثر أن يتم الاستفادة من مخرجات هذه البحوث بشكل عملي أيضا في المؤسسات بأنواعها الحكومية والخاصة. نتحدث أيضا عن النتائج توصلتي إليها إيمان من خلال بحثك عن هذا الموضوع. كانت من ضمن النتائج أنه المهارات والمعارف المتوفرة في المنصة كانت تلائم الجمهور المستهدف، ولكن كانت هناك ثغرة بسيطة، هو أن مقاطع التسجيل أو مقاطع الفيديوهات المسجلة داخل المنصة لا تناسب كافة أنماط التعلم. كما نعلم أنه أنماط التعلم أربعة، فالبعض يتعلم عن طريق البصر، والبعض يتعلم عن طريق السمع، وآخرين يتعلمون عن طريق القراءة أو الحركة، لكن المنصة كانت مجرد تسجيل فيديو، وهذا لا يتناسب مع كافة الأنماط التعلمية. أيضا غالبية الطلاب أكد أنه هناك سهولة في التنقل بين أيقونات المنصة كما ذكرت سابقا. أيضا المحتوى يمر بثلاث مراحل من أجل الوصول إلى الطالب، فهو يمر في فريق فني، وبعدها يمر بفريق علمي، وفي النهاية يصل إلى الفريق البرمجي لبرمجة هذه الفيديوهات. أيضا من ضمن النتائج التي توصلنا إليها أنه الأكثر اشتراكا كان هو الصف الثاني عشر، وبالحقيقة عينتنا أو العينة الممثلة لنا هي الصف الثاني عشر، واخترنا أربع مواد اللي هي الرياضيات البحتة
والكيمياء والفيزياء والأحياء. وطبعا الكيمياء كان من أفضل المواد تصدرا، بحيث أنه أغلب الطلاب قد سجلوا في مادة الكيمياء. كذلك نذكر من ضمن النتائج أنه بعض الدروس تحتوي على أنشطة، ولكن بعض الدروس الأخرى تفتقر لأنشطة معينة. ولكن بشكل عام المحتوى، التصميم، سهولة التنقل بين الأيقونات المختلفة كان نعطيه 90% تقريبا. ممتاز. يعني اليوم هذه البحوث تشكل إضافة أيضا للباحثين أنفسهم من داخل وخارج السلطنة. أنا أثير هذه النقطة برفقة الأستاذ سعيد عبر هذا الاتصال المرئي. تفضلي أستاذة بيان. أنا أتحدث عن الإضافة التي طبعا البحوث هي حقيقة. تفضل تفضل. أيها أستاذة بيان، أتحدث عن الإضافة التي يمكن لهذا النوع من البحوث أن تضيفها للباحثين من داخل وخارج السلطنة. هي حقيقة، إذا أنا أتكلم بالنسبة للبحوث والدراسات، أنا من وجهة نظري تعتبر قيمة جدا مضافة للجانب العلمي، للجانب الأكاديمي، حتى للجانب التنموي. أهميتها تكمن في إيجاد مخرجات تتمتع بمهارات وإمكانيات جدا قوية فيما يتعلق بتجهيز الأجيال لمجتمع المعرفة. والمجتمع المعرفة ربما قد يكون له أبعاد جدا استراتيجية، لأنه القادم من الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى للاقتصاد العماني بأن يكون اقتصاد مبني على المعرفة، مبني على المعلومة، مبني على الثورة المعلوماتية العالمية، مبني على التكنولوجيا. هذه المنصات كلها حوال، بالإضافة إلى البحوث والدراسات من الصادرة من ذوات الاختصاص، هي عبارة عن عصارة فكر، عصارة خبرات متراكمة جدا، ثرية في الجانب العلمي، ثرية في الجانب الأكاديمي، ثرية حقيقة حتى في الجانب الاستراتيجي فيما يتعلق بالرؤى، الرؤى التخطيطية، الاستراتيجيات القادمة، الاستراتيجيات القادمة فيما يتعلق بالجانب يعني التنموي. وإحنا حقيقة بصددنا لأن رؤية عمان القادمة 2040، رؤية عمان 2040 هذه يعول عليها الكثير فيما يتعلق بمجتمع المعرفة، مجتمع ثورة المعلومات، مجتمع الثورة الصناعية الرابعة. لذا فيها هذه كلها البحوث، والبحوث الاستراتيجية هذه يعول عليها بشكل كبير لمتانة الجاهزية في المراحل القادمة في السنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي في كل الأحوال متاحة بقوالب جدا مرنة، بإمكان أي باحث سواء كان الباحث المتمكن لأطروحات الماجستير والدكتوراه، الباحث ربما قد يكون لبعض المشاريع مثلا التخرج، الباحث في إعادة بعض هيكلة الأمور أو بعض القضايا في مختلف الجوانب المختلفة جدا. لذا هذه البحوث تمتاز بمتانة، بحوث جدا أصيلة، بحوث جدا مواصفاتها جدا عالية فيما يتعلق بالجانب المنهجي والجانب الأكاديمي والثروة المعرفية الكبيرة جدا اللي تمتاز بهذه البحوث بقياسها بمواصفات ومقاييس جدا عالمية بمقارنة بالبحوث المنشورة في الدوريات المحكمة العالمية وحتى فيما يتعلق بأطروحات الماجستير والدكتوراه. نعم، تتطلب هي جهد كبير وعمل دؤوب أيضا من قبل الباحثين. نتحدث هنا عن أهم التحديات التي واجهتك أيضا أثناء عملك في هذا البحث إيمان. في الحقيقة التحديات قد لا تكون لا تذكر، لأنه الأخوة في إدارة أسهل كانوا متفهمين جدا جدا ومتعاونين لدينا، خصوصا أنه يعني كل ما حاولنا التواصل معهم كان الرد على طول يعني بدون تأخير. لكن هناك يعني عدم مشاركة الطلاب في الاستبيان، كانت هنا صعوبة، ولكن مع الأخوة، مساعدة الأخوة في إدارة أسهل، تمكننا من الوصول إلى فئة كبيرة من الطلاب بحيث تمثلت لدينا العينة المتبعة في البحث. جميل، كل التوفيق لكم إن شاء الله في قادم الأوقات من خلال هذا البحث العلمي. شاكرين لكم وجودكم اليوم. شكرا إيمان بنت سعيد الدرعية، باحثة ماجستير بجامعة السلطان قابوس. شكرا إيمان. العفو بيان، والشكر موصولكم جميعا. الله يخليك. والشكر موصول أيضا للأستاذ سعيد بن هلال الحراسي، كبير أمناء مكتبات جامعة السلطان قابوس، على انضمام معنا عبر هذا الاتصال المرئي للحديث عن ذات الموضوع. شكرا أستاذ سعيد.
سجدة صلاة. ونتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في أمسية الليلة برنامجكم من عمان. نتابع في التقرير القادم اليوم العالمي للإنترنت الآمن الذي يصادف أيضا 9 من شهر فبراير. متابعة طيبة لكم. سجدة صلاة ونجاهرة حبك علن.